في حاجة أنا نفسي أفهمها بقى، هو أنا ليه بكرر أشجع توتنهام بلاقي ديلي ألي طلع لي في وش كده؟ يعني ديلي ألي بلاقيه طلع كده وبقى أساسي في الماتش اللي أنا بكرر فيه أشجع توتنهام يعني. توتنهام بيلعب ليفربول وليفربول عنده غيابات مؤثرة بسبب الكوفيد، عنده غياب زي فيرجيل، عنده غياب زي فابينيو، غيابين مؤثرين جدا. أه تياجو ألكانتارا مؤثر بس بصراحة مش بنفس قوة فيرجيل ولا بنفس قوة فابينيو، لأن فابينيو وفيرجيل فان دايك مهمين جدا في منظومة كلوب الدفاعية. أما تياجو ألكانتارا فتياجو ألكانتارا بيكون مراحل زيادات لما بيحب يعمل مباراة هجومية. تياجو ألكانتارا النهاردة كان ممكن يكون موجود أساسي في الملعب، كان ممكن يكون موجود أساسي على حساب مارتن، كان ممكن يكون اقوى بكتير من ميلنر، كان ممكن يكون اقوى بكتير من نبي كايتا، على الاقل كان يعوض ضعف خط الدفاع اللي موجود في ليفربول. طب تمام. توتنهام تستحق الفوز؟ مش قوي بصراحه، لان اللي عمله هاري كين وديلي الي جوه المباراه يخليك تحمد ربنا ان توتنهام طلع كسبان. هل توتنهام اتظلم تحكيميا؟ الشهاده لله انا كنت بشجع توتنهام اه، بس هو الحكم اول كوره روش فيها بعد الهدف الاول اللي جابه هاري كين، هاري كين كان يطرد بعديها، عمل تدخل على روبرتسون يستحق عليه طرد وهو مغمض. واللحظه دي بصراحه بدات اشك ان في فار موجود، بدات اشك ان في فار موجود اساسا. واللحظه برضو بتاعه الزقه اللي جوال ماتب اللي جوال ماتب اه زقها لهاري وينكس، برضو انا قعدت اقول هو في فار بجد يا جماعه ولا مفيش فار؟ ما هي الكره دي في العادي ضربه جزاء، والكره اللي فاتت بتاع هاري كين في العادي طرد، انما هل في فار ولا مفيش؟ عشان يجي الجون بتاع ليفربول اللي الكره اللي جايه في ايد محمد صلاح وش واضحه قوي ان محمد صلاح وليفربول استفاد بيها، وليفربول سجل الهدف الثاني عن طريقها، وقبلها اساسا كان ديلي الي بيه رايح انفراد ومقرر ان هو هينط لمسه ما لمسوش هينط، هو ديلي الي كان واخد القرار كده كده ترند الحقني ما لحقنيش انا هرمي نفسي، هو ديلي الي كده. حتى ديلي الي يعني اللقطه بتاعت الكره اللي كان فيها اوفسايد كان فيها اوفسايد على ديلي الي اه، بس ديلي الي معرفش يبصيها كمان لهاري كين اللي هو هنعمل فيك ايه طيب؟ هعمل فيك ايه؟ انت قدر يا ابني انت قدري. نفسي في مره لما اجي اشجع توتنهام ما تقفليش كده في زوري، اللي هو ما تقرفنيش، يعني عشان باجي اشجع توتنهام ماتش تيجي تقرفني، لا الله يكون في عون جمهور توتنهام بصراحه على هذا الديلي الي. يعني كوره في الشوط الاول تخلصها الماتش يبقى 2-0 معاك تريح. خصوصا ان سون واضح انه مش شايف قدامه. سون وديلي الي وبن ديفيس طالعين من اسوأ التقييمات في المباراه، بس للامانه يعني اليسون ربنا يكرمه ويقدروا على الهدايا اللي بيديها للخصوم دي، هو اللي على التقييم بتاع سون شويه، لان سون كان نازل في الستات وكان نازل في الخمسات، انما بسم الله ما شاء الله بعد الهدف بقى 6.3، انما بن ديفيس هو اللي بسم الله ما شاء الله بنى المباراه واخد 5.7، وديلي الي بعديه واخد 6.3. انما في ليفربول محمد صلاح نفسه، فما هو صلاح فعلا كان سليم؟ يعني هل صلاح فعلا كان سليم والتحاليل بتاعته ما طلعتش ايجابيه وانتوا بتلعبوا النهارده عشان صلاح كان سليم؟ ما اعتقدش بصراحه ان مستوى محمد صلاح النهارده بيقول لنا محمد صلاح كان سليم 100%، ما اعتقدش بصراحه ربنا ما اعتقدش خالص. توتنهام استحق ان هو يطلع بنقطه؟ اه استحق ان هو يطلع بنقطه بعد ما كان هيجيب لنا نقطه. ليفربول يستاهل ان هو يطلع بنقطه؟ طبعا يستاهل ان هو يطلع بنقطه، حتى اللحظات الاخيره ليفربول كان قادر ان هو يسجل. اللحظات الاخيره في عز ما توتنهام بيلعب 10 بيلعب 11 وليفربول بيلعب 10 عشان خاطر اخيرا حسينا ان في فار بعد الكره بتاعت روبرتسون اللي اتطرد فيها وكان طرد يستحقه، بس هل لو انت رجعت شريط الاخطاء التحكيميه من البدايه؟ لا هو ليفربول اتظلم، يعني ليفربول اتظلم بصراحه، رغم ان كل حاجه تبان ان ليفربول هو اللي ظالم وليفربول اتساعد، بس طرد هاري كين كان ممكن يقلب الجيم كله، طرد هاري كين وتوتنهام كان كسبان 1-0 كان ممكن يقلب الجيم تمام. بس هل الفار في انجلترا محتاج حكام اقوياء؟ محتاج حكام اقوياء، حكام الساحه في انجلترا محتاجين يتغيروا، الحكام ما تقدرش تشيل ماتشات ما تشيلهاش؟ طب محتاجين جدا، بس هو التحكيم في انجلترا هيفضل دايما كده، دول عاملين موضوع الفار عشان التحكيم في انجلترا، بسم الله ما شاء الله النهارده ضربه جزاء على السيتي في ماتش نيوكاسل ما اتحسبتش، ودي ضربه جزاء ضربتين جزاء، يعني بالنسبه لنا هي كانت ضربه جزاء واحده بس، لان ديلي الي حتى لو فيها ضربه جزاء انا لو حكم قسما بالله ما احسبها له، والله العظيم انا لو حكم مش هحسب لديلي الي ضربات جزاء، انا مش ناقص اعرف. اه بس يلا هولبرج لو كان سليم كان برضه احتمال يكون موجود في الملعب وكان هيكون افضل من اوليفر سكيب وكان هيكون افضل بكتير من هاري وينكس، بس بصراحه كانت مباراه جميله جدا. وفورزا كونتي فورزا كونتي فورزا كونتي نورت يا معلم نورت يا معلم. سيجارسون عمل مباراه كويسه جدا قدام محمد صلاح. الناحيه الثانيه ايميرسون رويال عمل ماتش كويس برضه، تانجي عمل ماتش كويس، لعيبه توتنهام بصراحه لازم يشالوه منهم،
ان انا كنت بحب كوره توتنهام وبصراحه رجعت اشجعهم تاني بعد ما كنت ماسك الفريق. وليفربول بالنسبه لي رغم انه منافسي بس انا بحترمه دايما وبشوف ان ليفربول هو والسيتي بيجروا في حته لوحدهم. تشيلسي كان بيجري معاهم بس تشيلسي بعد اللي حصل من الاتحاد الانجليزي وان هم اكبرهم يلعبوا النهارده في ظل حالات الاصابات الكتير دي، شايف ان ليفربول هيكمل معانا لمشوارنا الطويل لحد نهايه الدوري الانجليزي السنه دي. كانت مباراه جميله، كانت مباراه ممتعه، يمكن اخطائها التحكيميه كانت اسوء ما فيها واوسخ ما فيها كالعاده هو ديلي الي، بس هنعمل هذا قدرنا وديلي الي ده شكله قدرنا. ان عجبك الفيديو اعمل لايك، ان ما عجبكش فبراحتك اعتبر انك اتفرجت على ديلي الي 90 دقيقه او على الاقل 80 دقيقه لحد ما غرفه ده هي وطلع بره.